في أن تكون بلدهم سوريا حرة. ما يجمع المؤتمرين هنا الرغبة بتوحيد كلمة السوريين في تركيا. يقول مجلس إدارة الجالية في غازي عنتاب بأن له إنجازات، ويقول المرشحون للدورة الجديدة بأنه سيكون أكثر قربا والتصاقا بهموم ومشاكل السوريين خاصة في هذه الولاية. لنتابع. نعيش منذ 10 سنوات بل من 100 سنة كإخوة في هذه الجغرافيا في منطقتنا. طبعا اليوم نجتمع مع الهيئة العامة للجالية السورية في غازي عنتاب، وعددهم حوالي 260 عضو في الهيئة العامة. طبعا اليوم هو يوم المؤتمر العام العادي الثالث. نحن أنهينا باعتبارنا مجلس إداري منتخب قبل سنتين، أنهينا هذه المدة بخير وسلام. اجتماعاتنا الدورية مع السيد والي غازي عنتاب استطعنا إصدار قرار لإعطاء كل السوريين الذين انتهت جوازات السفر إعطائهم الإقامة الإنسانية. الجالية لعبت دورا مميزا في غازي عنتاب عن طريق أيضا استصدار قرار بالدخول إلى سوريا وإعطاء زونات لكل السوريين المتواجدين والذين يحملون البطاقة المؤقتة لولاية غازي عنتاب أن يدخلوا في السنة لستة مرات إلى الداخل السوري. في أحيانا كتير نقدر نحل مشاكل، لكن في احيانا اكيد ما فينا نحل اي مشكله بتكون موجوده هون بغازي عنتاب. في مشاكل في لها درجات، في خفيفه متوسطه وصعبه كثير انه هي نحلها. في اشياء بنحلها بالتضامن والتعاون الجماعي، في اشياء بنحلها مع صناع القرار، في اشياء بنحلها بجهودنا وبعلاقاتنا الشخصيه وعم نسعى. يعني هذا المكان هو لحتى نضل كلياتنا بتعاون وباسهاميه كبيره وتشاركيه كثير كبيره مع بعضنا، وهذا يعني كان احنا هون سوريين هذا واجب علينا. أنا ما كنت طبعا سابقا المجالي السابقة، كنت من المؤسسين فقط، ولكن لم أرشح أبدا للمجلس. الآن أول ترشيح لي للمجلس، وإن شاء الله تعالى إذا بعد فرز الصوت حصل نصيب نحاول نقدم هذه الخدمة اللي حكيت عليها، اللي هي بناء علاقات جيدة مع المنظمات المجتمع المدني السوري والتركي أيضا، ونحاول نشوف وين في مساحات مشتركه بيناتنا حتى نأدي الدور. نحن ينقص مثلا خدمه معينه بهالجهه ممكن نأديها بالجهه الثانيه، يعني عمل تكاملي. المشاكل والقضايا والصعوبات